عام. حضرة رئيسة لجنة الثقافة في نادي لاينز كاستيك ليدرز وكافة أعضاء النادي، معالي الوزير الصديق زياد بارود، معالي الوزير الثقافة الأستاذ جابي ليون ممثلا لمستشاره الأستاذ ميشيل حبيس، حضرات السادة الكرام، حضرات اللاينزيين، إن شعار جمعية أندية اللاينز في المنطقة 351 لهذه السنة اللاينزية هو رؤية جديدة، وفي صلبها إعلاء شأن المجتمع وتكثيف الإطلالات الثقافية التي تغني الإنسان وتعلي من شأنه في المجتمع. ومن ضمن الأسبوع الثقافي الذي نشهده اليوم في جمعيتنا، وقد بدأ بحفل تكريم المبدعين، سيكتمل الأربعاء بإحياء يوم اللغة العربية في يونسكو بمسابقة إلقاء الشعر بين تلامسة المدارس. نقف اليوم سويا وقد حضرنا أمسية ثقافية ولنشهد حفل توقيع كتابي السيدة ريما نجم، جبران خليل جبران وفيروز. فالشكر أولا لرئيسة لجنة الثقافة اللاين ريما كنعان وفريق عملها مكتملا، وللاين خالد آغا ولنادي كاستيك ليدرز وكافة أعضاء ورئيس النادي. كما أود أن أشكر الحضور جميعا والصحافة الكريمة. أما للسيدة ريما نجم، وهي النجمة المتألقة والإعلامية البارعة والإمرأة الأنيقة والكاتبة المثقفة، أقول لها سنبقى سويا متجهين بخطوات ثابتة نحو الرؤية الجديدة. فشكرا لك، عشتم وعاشت اللاينزية العربية وحمى الله بكم. حاكم أندية اللاينز الأستاذ وجيه عكاري، أهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. يا أهلا. شو بتحب تقول اليوم لدكتور ريما نجم بجاني بمناسبة حفل توقيع الكتابين لإلها، جبران خليل جبران وفيروز؟ أنا حقيقة بدي رحب بالكل، وبدي أقول للدكتورة ريما نجم أنه منبر جمعية أندية اللاينز اللي هو منبر ثقافي بامتياز مفتوح لكل المبدعين ولكل المؤرخين ولكل الإعلاميين مثل أفضاله. شفنا اليوم على طول اللاينز مضوين أكتر شيء على الثقافة بوقت كتير عالم ما بيضوع هيدي النقطة، قديش برأيك هيدا الشيء بيعمل تقدم بمجال الثقافة؟ أنا الحقيقة مثل ما وعدتك قبل أنه نحن رح نضوي على كل المجالات خاصة الثقافية حيث لا يجرؤ الآخرون على التضوية. شكرا لك أستاذنا. يا أهلا وسهلا فيكم. Thank you.